السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهاردة فيديوهين في فيديو واحد، وهنحاول ان الفيديو ما يبقاش طويل وممل ويكون في السريع كده ان شاء الله. فيديو النهاردة عايزين نعمل فيه الميك اب الترندي، وهو ميك اب الفراولة اللي بنات كتير جدا حابينه، وانا بصراحة حباه جدا لانه كيوت وبناتي كده، وممكن في بنات تعتمده في الجامعة او حاجة لانه مش اوفر وفي نفس الوقت كيوت كده وبيصغر في السن، تمام. وفي نفس الوقت عايزه اقول لكم عن الفاونديشنز بتاعه شي جلام الاربعه، ايه الفرق ما بينهم، تمام، وكل واحد تستخدميه امتى، ونختار مع بعض فاونديشن منهم نعمل بيه لوك النهارده. وانا اوريدي مقرره هعمل بانهي واحد وهقول لكم، فتعالوا معايا كده بسرعه نتكلم عن الفاونديشن دي عشان نخش على الميك اب لوك. تعالوا نبتدي كده باول واحد فيهم، وهو الفاونديشن بتاع شي جلام اللي هو المات فاونديشن، اللي بيجي بغطاء هدا اسود، تمام، وبيجي هنا كده بيلمع، وبيجي فيلفت لونه اسود. والفاونديشن ده اول فاونديشن واكتر فاونديشن فول كفر شي جلام نزلته يا جماعه، وانا دايما برشحه لاستخدام المناسبات، الافراح، عندك يوم طويل، عندك ايفنت، عندك تصوير. المنتج ده يعني خطير، الكفرج بتاعته فوق الرائعه، تمام، يعني فول 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 كفرج، ثابت رهيب، بيتحول فعلا يا جماعه لمات تماما. حاجه كده انا برشحها حتى للميك اب السواريه، لو انت بتشتغلي ميك اب ارتست ولسه مبتدئه وعايزه فاونديشن فول كفرج، فالفاونديشن ده خطير خطير. بصوا وثباته فظيع، ما بيخشش في الخطوط، بيثبت طول المناسبه، كل حاجه بتندمج عليه حلو. وكل واهم حاجه بقى في الموضوع السعر تحفه، يعني اصلا كل منتجات الميك اب بتاعه شي جلام يا جماعه خطيره. بصوا وسعرها تحفه، بصوا فول فول كفرج، بيقلب مات، شايفين اللمعه مش اوفر، وشويه دلوقتي هيقلب مات تماما، فظيع. بصوا الفرق، انا بعشق هذا الفاونديشن للمناسبات، للتصوير، للايفنتس، ليوم طويل عندك، خاصه لو بشرتك دهنيه ومختلطه، هيثبت معاكي طول اليوم وكفر فعلا عالي فظيع. تاني فاونديشن معانا وهو الهايدريتنج فاونديشن، اللي بيجي في كفر فيلفت لونه بيج كده، والغطا بتاعه برده بيج. الفاونديشن ده للبشره من العاديه للجافه، وعايزه اقول لكم انه في الشتاء كمان بينفع جدا للبشرات المختلطه. ده بقى فاونديشن الكفرج بتاعه ميديوم، خفيف جدا على البشره، حتى هتلاقوه الملمس بتاعه كده، بصوا يا بنات بيبقى سايب كده، مش زي التاني، لا بيبقى بصوا يعني ناعم كده خالص على البشره. زي ما قلت لكم ميديوم، ده حلو جدا للاستخدام اليومي، تمام، خفيف جدا جدا على البشره، ما بيبينش اي تكتلات، وكمان جلوي للبنات اللي بتحب اللوك الجلوي، برضو هتلاقوه بيعمل كل اللي بيقول عليه. واهم حاجه في الموضوع زي ما قلت لكم يا بنات، الاسعار بتاعه الفاونديشن بتاعه شي جلام تعتبر من الاسعار اللي في متناول ايد البنات جدا، يعني الدرجتين مختلفتين بتاع اللي انا كنت مستخدماه ده ساند، واللي انا بستخدمه ده نود، عشان تشوفوا الدرجتين الفرق ما بينهم عليا، والدرجتين دول بيليقوا عليا. بصوا يا جماعه ده التغطيه بتاعته متوسطه، وفي نفس الوقت ناتشرال وطبيعي جدا على البشره. شايفين بقى الجلو، شايفين ده قالب مات ازاي، وشايفين ده جلوي ازاي، شايفين الفرق ما بينهم، مات جلوي. نيجي بعد كده للفاونديشن اللي استخدمته معاكم طول الصيف كتير جدا، وهو الباودر فاونديشن من شي جلام. انا بحب جدا الباودر فاونديشن من شي جلام، بيجي شكلها عامل كده وبيجي معاها الباف بتاعتها، تمام، دي انا برشحها جدا للناس اللي بتحب تخلص الميك اب بسرعه جدا، وخاصه لو بشره دهنيه ومختلطه في الصيف، اسرع حاجه في الدنيا يا جماعه بجد. كده بنكون خلصنا بقى كونسيلر وفاونديشن كل حاجه في خطوه واحده، والكفر بتاعها بيكون بالنسبة لي انا متوسط. في ناس بتقول ان الكفر بتاعها عالي، ماشي، بس انا شايفة ان الكفر بتاعها متوسط، وبحب استخدمها جدا. زي ما قلت لكم في الاستخدام اليومي السريع لما اكون مستعجلة. واهم خطوة في الباودر فاونديشن انك تكوني مرطبة وشك كويس جدا جدا جدا، عشان تاخدي فينش حلو من غير ما يقطع معاكي، ويبقى شكلها حلو على البشرة.
بصوا ناتشرال ناتشرال جدا، تغطيه جدا طبيعيه، شكلها حلو جدا. وخلصت البشره في 5 دقائق او 5 ثواني، 5 دقائق 5 ثواني كنت مخلصه، شكل طبيعي من غير ابوره، تحفه بعشقها. نوصل بقى لربع فاونديشن واللي انا اخترته النهارده عشان نعمل بيه اللوك بتاعنا، وهو السكين فلوينسر فاونديشن اللي بيجي شكله عامل كده في جار. تمام، الفاونديشن ده بقى يا جماعه انا من وجهه نظري المتواضعه انه ينفع لجميع انواع البشره، بينفع فول كفرج يعني فول كفرج، ميديوم كفرج، ناتشرال كفرج، انت اللي بتبنيه وانت اللي بتتحكمي فيه، ما بيكلكعش خالص. ماشي، انا بحب بقى استخدمه جدا كناتشرال كفرج، وبحب اكتر طريقه بحب استخدمها ليه هي ايديا. ايوه ايديا يا جماعه اكتر طريقه، لان هو اصلا بالم، فهو اكتر حاجه بيسيح بالسخونيه، فدرجه حراره الايد بتخليه بجد كانه قطعه من بشرتك بيدوب كده في البشره، وبيبقى شكله خطير خطير. وطبعا انت لو عايزه تخليه فول كفرج يو كان دو ات. بصوا يا جماعه والله بيدوب بيدوب مع البشره، بيديكي كفرج وكانه حته من بشرتك، وممكن بعد كده بقى تمشي عليه انت بالبيوتي بلندر زي ما انت عايزه. بصوا ده كده يعني حاجه بسيطه، بصوا الشكل ده كده الباودر، وده كده البالم فاونديشن من شي جلام، شكله خطير. واللي عايزه اخفف كمان وادمج اكتر، بصوا شكله يا جماعه على البشره، بصوا واو فظيع بجد فظيع، بحبه جدا 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 جدا. واكتر حاجه بقى عجبتني فيه، انا رحت جبت منه بقى ايه درجه غامقه. تمام، هو بيجي كده في فيلفت كفر يعني. تمام، جبت واحده جبت منه درجه غامقه اسمها كراميل، وقلت ان انا هستخدمها ككونتور او برونزر يعني. تعالوا بقى يلا نشتغل ونعمل اللوك بتاعنا. يلا نبدا بقى على نضيف كده، طرحتنا اتبهدلت بس يلا بينا. اول حاجه وش نضيف مترطب كويس جدا، هبدا بالحواجب. طبعا اي حاجه في اللوك ده يا بنات هتبقى هنحاول نخليها ناتشرال على قد ما نقدر، لان زي ما قلت لكم اللوك كيوت، فالكيوت يعني كل حاجه خفيفه، كل حاجه ناتشرال، مفيش حاجه اوفر. فهنخلي الحواجب طبيعيه على قد ما نقدر يعني. فعشان اخلي الحواجب طبيعيه انتوا عارفين ارسم الاول بعد كده اسرح بالمسكرة، مش العكس، عشان تبقى الحواجب طبيعيه. وهستخدم القلم اللي هو سكيني براو من شي جلام درجه جراي. تمام، كده انا خلاص نضفت الحواجب، هسرحها بقى بالمسكرة برضو بتاعه شي جلام، بس هسرحها. تمام، هستخدم درجة باتر سكوتش من السكين فلوينسر، زي ما قلت لكم انا بحب استخدمه جدا بايديا. شايفين الحتة دي؟ هحطها على الجنب ده كله بالحتة دي كده. انا عايزة حاجة خفيفة جدا، وزي ما قلت لكم الفونديشن ده يعني بيملت مع البشرة بطريقة رهيبة رهيبة. هنحط دلوقتي الكونسيلر، وهستخدم برضو الكونسيلر بتاع شي جلام، الدرجة دي اسمها بيرلي شوجر، الدرجة دي على اصفر قوي، فانا هحط كده هنا في الحتت دي. وبعدين هجيب اي كونسيلر فاتح عندي. تمام، ده الكونسيلر بتاع كاتريس، احط بس هنا في النص كده. هنيجي بقى دلوقتي لدرجه كراميل من نفس الفاونديشن، وزي ما قلت لكم انا هستخدمها كبرونزر كده كريمي ناعم. تمام، احطها هنا كده، هنا كمان. يلا بينا ندمج، وهدمج برضو بالبيوتي بلندر عشان انا عايزه كل حاجه تكون ناعمه جدا. دلوقتي بقى معتمدين على لون احمر لان احنا بنعمل لوك فراوله، فهستخدم الشي جلام بلاشر دوت. تمام، الدرجه دي اسمها سكارلت سانسيت، لونها احمر زي ما انتم شايفين، وهاخد منها كده. نبتدي بقى نركز اللون هنا كده يا بنات، كده فراوله بقى، فاهمين كده، وندمج كويس جدا. دلوقتي بقى نبتدي نثبت البشره، وحاولوا ان انتوا تركزوا باودر في المناطق بس اللي انتوا خايفين ان هي تخطط عشان ما نضيعش الجلو اللي في البشره. انا هستخدم الباودر دي من شي جلام، والدرجه اللي انا بستخدمها اسمها كابتشينو تقريبا، مش تقريبا، هي اسمها كابتشينو. تمام، طبعا هنثبت منطقه تحت العين وجنب البق، دي اهم مناطق بنبقى خايفين ان هي تخطط. اتاكد بس ان كله مدموج كويس ونثبت.
حطيت برونزر خفيف جدا في الحتتين دول بس ما جبتوش هنا كده يا بنات من البرونزر برضو بتاع شي جلام. ونيجي دلوقتي بقى عشان نكمل لوك الفراوله بتاعنا، هستخدم البلاشر دوت اسمه سويت بال من ايفون، وده لونه كده يعني فوشيا غامق قوي لان انا ما عنديش احمر احمر، فده يعني هيقوم بالواجب. انا عارفه لان انا مجرباه طبعا قبل كده. تمام، هعمل ايه بقى يا جماعه؟ انا هخلط ده نص هايلايتر وده نص بلاشر مات، فانا هعمل الاثنين على بعض كده عشان انا عايزه لمعه. فيلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. هو ده المطلوب. وبعدين للعين يا بنات هاخد من الباليت دي بتاعت شي جلام ده، هاخد اللون المحمر دوت بفرشه اي شادو توزيع كبيره كده، وهبتدي اوزعه على الجفن كله. وبعدين هاخد الماسكارا بتاعت شي جلام وهحطها. دلوقتي بقى يا بنات هنيجي للشفايف، وهستخدم البلاشر برضو بتاع شي جلام، هو اللي استخدمته على وشي، وهستخدمه كده على هاهي شفايفي. وبعدين هاخد اي روج احمر عندي اي ماركة، هاخد منه بصباعي احطه النص كده. طبعا تقدري انتي تعملي جلوس بقى براحتك. وليه باين فوشيا هو احمر؟ ما علينا، انا اصلا كده كده هخففه، مش هسيبه اوفر كده، سيبه بس ينشف شويه واروح مسحب منديل. وبعدين حابه جدا ان انا اعمل شويه نمش، فهاخد القلم بتاع الحواجب بتاع شي جلام من الناحيه اللي هي الفلوماستر، وهعمل كده شويه نمش كده، اعملهم بصباعي. بس كده يا حلوين، ده كان اللوك بتاع ستروبري بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ومش عارفه النمش باين ولا لا، بس سو كيوت بصراحه، عجبني جدا. والقلم بتاع شي جلام ده بتاع الحواجب على فكره بيعمل نمش لطيف جدا. طبعا انا عايزه اقول لكم انه الستروبري ميك اب ده ممكن يا جماعه او اساسي انه يتعمل اصلا من غير فاونديشن ولا حتى كونسيلر، هو بيتعمل بالتنت والبرونزر الكريمي كمان، وممكن اللي هو الهايلايتر البسيط دوت الكريمي، فممكن اصلا تستغنوا عن الفاونديشن وعن الكونسيلر. بس انا كنت عايزه اوريكم قد ايه ان الفاونديشن ممكن يبقى ناتشرال جدا على البشره ويبان ولا كانك اصلا حاطه فاونديشن، يعني فاهمين. فده كان اللوك بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وطبعا تروحوا تتابعوني على انستجرام. باي باي.